السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة مجيد فراغرانس لمراجعة تقييم العطور. اليوم عندنا عطر بربري ذا توتش فورمان. هذا العطر عطر بربري صدر في سنة 2000. اليوم راح إن شاء الله نعمل لكم مراجعة شاملة إن شاء الله من حيث تقديم الكرتونة وأيضا تقديم العبوة، وراح نشرح لكم جمالية الرائحة كيف هي، وأيضا الاستعمالات التي يمكن استعماله فيها هذا العطر. ايضا فيه عطرين من فوياج درمس. فيه العطر هذا عطر جديد باتش كود سنة 2020، والعطر هذا كان عندي باتش كود 2014. الحين انا راني نجرب تقييم الاختلافات الموجودة بالعطرين لما ان شاء الله نكمل تجربة تقييم الرائحة. راح نعمل لكم ان شاء الله فيديو. من هنا يبان الخلطة سنة 2020 صفراء نوعا ما على خلطة سنة 2014. مرحبا بكم مجددا. عطر بربري توتش عطر صدر في سنة 2000. العطر يعتبر عطر كلاسيكي. العطر هذا ايضا عطر كان من توقيعات العطار جيم بيير بيتوارت، وينتمي للخط العطري خشبي زهري مسكي. الخط العطري هذا يعجبني كثير، منه نسخة الفواج درماس، نسخة ستيور اوم، وكذلك العطر هذا عطر بربري توتش فورمان. يعتبر من بين العطور البودرية موجودة حاليا في السوق، والحقيقة بعد استعمالي لهذا العطر وتجربي له في كثير من المرات انبهرت برائحة العطر. قبل ما نقدم لكم رائحة العطر وجمالية العطر، خليني نقدم لكم الكرتونة، كرتونة كيف يتم تصميم، كيف هو التصميم وما إلى ذلك. كما ترون معي هنا الكرتونة جد جميلة جدا، يعني تقديم رائع. مثل ما تشوفوا هنا ليست مثل باقي العلبات الأخريات، هنا فيها خيط كأنها قفلة تفتح كم مثل هكذا مثل ما ترون. هكذا تأتي العلبة، تفتح هكذا، يعني التقديم حقيقة أعجبني هذا التقديم حقيقة مثل ما ترون. هذه هي كرتونة بربري توتش فورمان، تغلق هكذا. عبوة بربري توتش فورمان. في الإغلاق نقوم بتدوير هذا الخيط. إذن فيها الرمز المعروف لعطر بربري. هذه الخطوط الجميلة. من الوجهة الأمامية يوجد بربري توتش فورمان. هنا بعض المعلومات المتعلقة بالعطر، يأتي بتركيز الأوتو تواليت. أن العبوة التي عندي هي عبوة 50 ملل. العطر هذا يأتي في 3 أحجام، في حجم 30 ملل وحجم 50 ملل مثل الذي عندي، ويوجد أيضا حجم 100 ملل. من الجانب الخلفي توجد بربري فراغرانس ميد إن فرانس. من الأسفل في بعض المعلومات المتعلقة بالعطر مثل ما تشوفوا معي. تقديم رائع، نعطيها 9 من 10. العطر يأتي هكذا. لون العطر يذهب إلى اللون الأزرق فاتح أو أخضر ما إلى ذلك. من تحت مثل ما تشوفوا معي من المعلومات المكتوبة المتعلقة بالباتش كود وما إلى ذلك. الغطاء الخاص بقارورة العطر يحمل العطر جيدا ولا يقع. مثل ما تشوفوا معي الغطاء يغطي فخم مصنوع من الخشب. الغطاء جيد جدا، يحمي العطر مثل ما ترون. كتقديم ديزاين لقارورة العطر نعطيها 9.5 من 10، تقديم رائع جدا. راح نشوف مع بعض كيفية سبراي. نشوف كيفية سبراي. سبراي رائع قوي. واو،
عطر بربري توتش الحقيقة عبرتها أبهرتني الرائحة. في الوهلة الأولى في الافتتاح تكتشف نقاء العطر، لا توجد أبدا رائحة الكحول في بداية العطر. العطر مباشرة يدخل في الرائحة الجميلة. العطر يناسب جميع الفصول ويحتوي كنوطات. يحتوي في الافتتاح على أوراق البنفسج مع الشيح والمندرين اليوسفي، واضح نوعا ما في الافتتاح. يعني في الوهلة الأولى لما ترش العطر تحس أنه عطر تابلي منعش ومسكي وأوزوني أيضا. ثم فيها بعض اللمحات من جوز الطيب مع الفلفل أيضا. وفي قاعة العطر، أنا شربت العطر هذا لما يستقر يصبح فيه بعض الحلاوة واضحة في العطر نتيجة لحبوب التونك الموجودة في قاعدة هذا العطر. وأيضا العطر فيه أخشاب مثل خشب الأرز، وفيه أيضا نجيل الهند. عطر راقي جدا. في الوهلة الأولى في الافتتاح كما قلت لكم يكون تابل منعش مائي أيضا أوزوني، ولما يمر الوقت يصبح أكثر بودري ويصبح ناعم جدا مع وجود بعض الفانيليا والأخشاب في قاعدة هذا العطر. العطر كرائحة يعني رائحة جميلة جدا، رائحة لا يختلف عليها أي اثنان من بين العطور البودرية. استعمال هذا العطر نشوف أنه يستعمل لجميع الفصول، ويمكن استعماله في المكاتب. يعني هذا يكون عطر مكتبي بامتياز. لما تتعطر منه يعني لا يزعج الناس الآخرين اللي يكونوا من حولك. عطر راقي جميل، والأكثر من هذا أنه عطر فواح ويدوم لأطول فترة ممكنة. تبعت العطر أبهرني حقيقة، كنت متعطر منه في قميص حتى أكثر من 12 ساعة ما زلت أشم رائحة العطر. هذا هو عطر بربري توتش. لا أعلم إذا كان فيه فلانكرات أخرى خرجت بعد هذا العطر. العطر هذا أنتج في سنة 2000، يعني سنة 2000 أنتج هذا العطر، ولكن لا أدري إن كان هناك فلانكرات أخرى. العطر الذي معي عطر سنة 2016، باتش أو خلطة سنة 2016. كما قلت لكم من حيث الثبات يعتبر عطر ثابت، وأيضا فوحانه جيد. هذا هو عطر بربري توتش. الفئة العمرية التي يمكن لها استخدام هذا العطر، نظن أنه من حسب بالرائحة، خلوني أشتم. نظن أنه العطر هذا يليق للناس البالغين نوعا ما، يعني من سنة 25 سنة فما فوق، يعني الناس اللي تدرس في الجامعة وما إلى ذلك يمكن لها تعطر من هذا العطر. العطر ليس ل 15 سنة أو 14 سنة وما إلى ذلك. العطر يعني ناضج نوعا ما. ننصح به هذه الفئة من الناس. إذن في الأخير كان معنا هذا عطر اليوم، عطر بربري توتش، عطر راقي جدا. نتمنى أن تكون عجبتكم حلقة اليوم. إذا عجبتكم خلونا لايك لكي نخلي الفيديو هذا يلحق لأكبر عدد من الناس، المساعدة في اقتناء أجمل عطر وأحسنهم. بالنسبة للوفيدين الجدد أيضا انضموا واشتركوا وفعلوا الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. نلتقي في موعد آخر وفي تقديم أو مراجعة أخرى إن شاء الله.